رايح شرقة سلم لي عليهم يا خوف من الفرقة لنروح من بيت. ست الستات بالزمانات كان الانتشار بس عبر السينما. صح. انت دخلت السينما مثل ما انت بتقولي دايما كان عندك الباب الضيق لان دايما كان في صعوبة يعني مش مثل هلا صار دغري الشهرة دغري هيدا. اكيد كنت عاملة حالة بالسينما بشكل انه كل فيلم تمثلي يبقى بدور السينما سنة وسنة ونص. تتذكري بدوية بباريس؟ نعم سنة وسنة ونص بنت عنتر هالأفلام هاي الكبيرة. كيف كنت تختاري هالأفلام؟ كيف مثلتي مع محرم فؤاد مع رشدي أباظة مع هالكبار كله؟ يعني كانوا يتمنوا كله انه يمثلوا معهم كانوا هودي بالعكس هن اللي اختاروك. مزبوط. وبعدين انه انا طلعت هون لبنان كده عملنا السينما هون بلبنان يعني وانطلقت السينما اللبنانية من لبنان يعني ما انه انا رحت مثلا لمصر او اي بلد تاني واني انا عملنا افلام وصور له وهيك. لا كان اول شيء ركزنا على لبنان. اي اول فيلم مثلتي بلبنان؟ اول فيلم كان بدوية العاشقة. بدوية العاشقة اي مع كمال الشناوي. لا يعني جبت السينما لهون. اي كل الفنانين جبناهم لهون رشدي أباظة طلب لك ايدك كمان. رشدي أباظة وكلهم كيف خبرينا طلب لك ايدك رشدي أباظة كمان. الله يرحمه حرام الحكي. لا يعني هلا اذا بدي احكي شيء بدي اقوله عم تقول لانه منه موجود او الله يرحمه. لا ما بقول لك انت عشت عز وجمالك لفت كثير من الرجال الكبار اللي ما علي روحي. هذا شيء يعني بحكم وجودي وبحكم اسمي وشكلي وحضوري وهيدا اكيد يعني هو وغيره 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 يعني كتير اكيد بس انه ما بصير نصيب يعني. وبعدين انا انسان محافظة كتير وبعدين عائلتي عائلي أسطول سادس مثل ما بتسمعي. أسطول سادس بدنا نحكي عنه. طيب ما زال حكينا عن العائلة في ناس ما بيعرفوا الست سميرة أنا جوزت مرة واحدة بحياتها. مفتكري أنه أنت جوزت أكثر من مرة. أنت جوزت مرة واحدة ما هيك؟ مرة واحدة مع شخص من السويد وبعدين رجع حصل الطلاق. يا ستي كل إنسان الله ياخد نصيبه ما في نصيبه بس هون بدي فوت عليك بقصة الجنسية لأنه في معلومات على الإنترنت نهار بيعملوك خلقانة بسوريا نهار بالسويد نهار بهذا. خلينا نوضح أنه أنت خلقانة بلبنان. لا أنا لبنانية. وبي جدك تلياني من بيت كريمونا. بيو إجا بالزمان لهون كان بمالطا ومالطا مستعمرة بريطانية كانت يعني كان معك الجنسية الإنجليزية. هلا عم بيجدد عليا تفتيش. بقى اجى لهون زمان وبقي هون اجى ترجمين ما بعرف شو المناسبه اللي كانت مع مين من الشخصيات اللي كانت اجى ترجمين معهم وبقي هون تجوز هون من بيت الراسي وابنه تجوز من بيت كرم يمكن بيت كمان بيت كرم وبيت الراسي هيئتهم كانوا ميلة الشمال الشمال نعم. كان معك الجنسية الإنجليزية كيف حصلت على الجنسية اللبنانية؟ ما هن الجنسية البريطانية معهم جنسية بريطانية كان لما مالطا أخذت استقلالها بعتت ورا الرعاية كلهم ومن ضمنهم أهلي يعني إنه بدكم تاخذوا مالطية ولا تبقوا على الجنسية البريطانية؟ قالوا لا نحن بدنا نبقى على الجنسية اللبنانية البريطانية وبدنا ناخذ اللبنانية. فنحن تعذب كثير بيي وعمومتي وأهلي تعذبوا كثير مشان الجنسية اللبنانية. بيي كان على عهد الرئيس فؤاد شيخ. نعم وصار وقتها صار بيقولوا عملوا وقتها استفتاء بالسنة 33 وأهلي من ضمنهم بيي وعمومتي كانوا مسرقلين برشايا الوادي بالقلعة
وقت ايه. حجزون كرمال استقلال لبنان أيوة. ومدر العالم اللبناني كانوا هنيك كانوا صدفت انه هن بفرد مكان محل مكان الرئيس شهاب نعم الله يرحمه ويا ان شاء الله تكون نفسه بالسماء يا رب. فيعني هو كانوا مع بعض هنيك بعدين لما نحن صار بي يطلب الجنسية اللبنانية ردوا له إياها أول مرة وثاني مرة لأن نحن كتار يعني يرفضونا ليه السبب ما عنده واسطة عرفت كيف و مهم شو صار وقتها يا رب مرة كنت عم تغني على المسرح ايه هاي الرئيس الرئيس الله يرحمه يا رب كان يحب صوتي كتير ويحبني بشكل يعني يقول له هالبنت البدوية هاي يعني لو شو ما عنده وفي عن في حفلة لإلي أنا ومن زاعة على الهواء يعني وهيدا يترك كل شيء ليحضرني بقى في كان أكيد معه بالقصر شخص مهم الله يذكره بالخير اسمه دانيال أهوجي شخصية محترمة وشخصية مهمة كتير فدانيال أهوجي بيعرف انه نحنا لبنانية بس ما معنا جنسية بقى عم بيسأله كان في عندي حفلة انا بصربة بقيادة الجيش بصربة بيسأله بيقول له سميرة توفيق اللي منين أردنية منين عربية منين يعني ماذا قال له سميرة توفيق سيدنا لبنانية ومنا لبنانية قال له كيف قال له بيا يحمل الجنسية البريطانية وما عم يعطوه جنسية لبنانية وايدا قال له شو اسمه بيا قال له بيا قال له بيا كان وعمومتها كانوا بالقلعة رشيا وقت حضرتك كنت فوق صوري زكي الله يرحمه ألف رحمة تنزل عليه قال له اسمه أوغيست كريمونا قال له أوغيست كريمونا في معه حدا كمان قال له ايه ما هني أربع أخوة كانوا قال له أنا بشهد أنه كانوا معي بنفس القاوش أنه سنة 33 أنا كانوا معي بنفس القاوش أنه بشهد أنه هو لبناني أكيد لكن لبنانية هي قال له لبنانية ومنا لبنانية تصوري ما خلصت الحفلة بعتولي أنا إجا ضابط من الضباط طلب مني غنية بالأول على المسرح هاي هي وطلب أغنية القهوة قالوا لي طبعا وشوشونا وهيك قالوا له أنه جنرال بده أغنية القهوة تغنوا له تقولوا له القهوة قمت أنا عرفت أنه الرئيس عم يحضرني خوتت توقفت هيك طلعت بالميكروفون انحنيت قدام الميكروفون هيك وهيدا قلت له هلا اجانا طلب عزيز على قلبي يعني حلم حياتي اني انا يطلب اغني انا غني له اياها وراح غنيها هلا وانا الي الشرف اني غني له اياها وقفت الفرقه وبلشت بالقهوه اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره انا عم غني القهوه بهالأثناء هاي خلصت الحفلة من هون كان عمل مرسوم إنه يعطي إعطاء قسطيني كريمونا وعائلته إيه الجنسية اللبنانية يعني يا لبنان فيكي شفت تسلمي تتسميرة أي متى غنيت للجيش اللبناني هالمحبة الكبيرة لك للجيش اللبناني كانت من زمان يما هلأ من بعد الحرب كل عمري من وقت ما الله خلقني أنا بحب الجيش بحبهم من جروحات قلبي بعدين انا في شغلي اني انا الوحيده اول فنانه لبنانيه غنت حفلات للجيش بالجنوب ومن المناطق اللبنانيه كلها انا والله يرحمه الاستاذ الكبير الاستاذ وديع الصافي اثنيناتنا عملنا حفلات بكل الاقطار
لبنان كلها. لا وعدتينا بالمؤامرات. أنا الوحيدة وحياتي قبلي ما كان في حدا ولا فنان لبناني غنى أغني للجيش أو عمل حفلة للجيش. إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله ينصرهم وينصر كل إنسان بحب هالبلد وينصر كل إنسان عم بي بي بيفني حاله وعم بيحطوا ضحايا وعم بي بي بيستشهدوا وعم بي بي بيموتوا وعم بيحاربوا وعم بيقاتلوا في سبيل محبة هالبلد لجمعة هالناس ببعضها لترجع هالناس لأهاليها. هن شرفنا وكرمنا. الله يحميهم كلهم. بارك فينا مراكزنا نحن بعيد وتغربنا دارت فينا مراكبنا يزا حبك يا لبنان عم يزرع فينا الإيمان من دجبي لما تطلبنا لما تطلبنا